إذا كانوا يحضرون. فساعد الله قلب الزهراء عندما حضرت كربلاء، بأي حالة قلبها عندما وقع بصرها على تلك الفجائع؟ ألم يقف الحسين على علي الأكبر ورأى منه عجبا، ينظر إلى اليمين فيبتسم، ينظر إلى الشمال فيبكي؟ قال لي: بني علي، ما لي أرى منك هذا الأمر؟ إذا نظرت إلى اليمين ابتسمت، وإذا نظرت إلى الشمال بكيت. قال: أبا أبتا حسين، إذا نظرت عن يميني رأيت جدي رسول الله، جدي علي، عمي الحسن، سقوني بكأس أنفى لا أضمأ بعده أبدا، لكن إذا طالعت يساري أشوف جدتي الزهراء عبد الله تنظر إليك وتنادي: وولد هو حسين. أي مصيبة بأبي وأمي! علي الأكبر مصيبته كانت من أفدح فوادح كربلاء على قلب الحسين بأبي وأمي. وأنا قلت مرارا وتكرارا، لا لمجرد أنه ولد، لأن مقام عالي، مقام شامخ. جاء ذلك الرجل النصراني ودخل على سيد الشهداء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلن إسلامه. قال: لماذا تسلم؟ قال: أبا عبد الله، رأيت السيد المسيح إلى جانب جدك رسول الله، أرشدني إلى ذلك. فبارك الحسين إسلامه، ثم قال له: أتذكر وجه جدي؟ قال: بلى. فنودي بعلي الأكبر، وكان عمره طفل صغير، قد غطي وجهه بغطاء. لما رفع الغطاء ونظر إليه ذلك الرجل أغشي عليه، فلما أفاق التفت له الحسين: أهكذا وجه جدي؟ قال: هو والله يا أبا عبد الله. قال: لأزيدك، ترى هذا ولدي مو يشبه جد فقط في الشكل، وإنما خلقا وخلقا ومنطقا. وانتم آباء وأمهات، وأنا ما أريد أحرك مشاعركم من الجهة العاطفية، لكن هذا أمر وجداني. إذا كان واحد عنده ولد حتى لو كان عاق وأصيب بحادث ينفطر قلبه، كيف إذا كان قرة عين؟ لهذا الحسين قال ليه: لو كان عندك ولد بهذه المواصفات وأصابته شوكة شو يصير فيك؟ قال: تفارقني روحي يا أبا عبد الله. قال: إذا نعلم يا هذا أني أقف على ولدي هذا يوم العاشر من المحرم وقد قطعته السيوف إربا إربا. اثنين، الإمام السجاد ما قدر يحملهم إلا بارية، أبوه الحسين وأخوه علي الأكبر. وكل عسكري من أنصار الحسين لما جاء يستأذن الحسين وأعطي رخصة مباشرة إلا علي الأكبر. اسمعوا الرواية تقول: لما وقف أمام أبيه متأدبا يطلب البراز، تقول الرواية: غص الحسين بالشجاع وأرخى عينيه بالدموع، وما قدر يعطيه رخصة مباشرة، وإنما أعطاه رخصة غير مباشرة: اللهم اشهد على بني أمية فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك ونجيبك. حتى تعرف عظمة هذا الرجل، التفت، هذا حجة من حجج الله. يقولون أخذ الحسين بيده وجاء به إلى المخيمات ونادى: أخي زينب، أخي أم كلثوم، ليلى، سكينة، فلانة فلانة، هلموا لوداع حبيب رسول الله، شبيه رسول الله. يقول الرواية: فأحدقن به النساء كالحلقة الواحدة. بأي طريقة؟ هذه تقبل يداه، تلك تقبل رجلاه، تلك تحول عنان الفرس إلى المخيمات، واحدة تقول: يا علي ارحم غربتنا، واحدة تقول: يا علي لا طاقة لنا بفراقك. أما واحدة من النساء سوت شيء عجيب،
هرولت إلى المخيمات وجابت طفلها الصغير وقالت أبا عبد الله اجعل ولدي فداء لعلي ولا يروح علي الأكبر. وكل ما رفع الحسين يد عن ذلك الشاب تلاقفته أيدي إلى أن انتزعه انتزاع، تقول الروايات انتزعه انتزاع من بين النساء، وجاء به إلى خيمة السجاد. شوف يعني الإمام يريد يسوي له مراسم خاصة، مراسم معصومية، جاء إلى الإمام السجاد المعصوم، دخل مع أخته زينب وولده علي الأكبر خيمة السجاد. سجاد مغشى عليه بأبي وأمي، قال شوف الإمام الحسين قال لها أوقضيه أوقضيه حتى وإن كان مغشى عليه، أوقضيه أخي زينب. فتح السجاد عينيه شاف الحسين، قال عم زينب أقيميني، هذا ابن رسول الله حاضرا عندي. الصور يعني الموقف. ثم أشار إلى ولده علي الأكبر أن ودع أخاك السجاد. تقول الرواية نزل علي الأكبر احتضن السجاد إلى صدره، السجاد فتح عيونه قال لماذا تودعني أخي؟ قال أخي إنه الفراق. تقول الروايات فاضطرب السجاد في صدر أخيه حتى أغشي عليه في صدر علي الأكبر. نزل الحسين احتضن الولدين، ثم خرج بعلي الأكبر. تقول الرواية أمسك اللجام بيده اليمنى ووضع يده اليسرى على شيبته ونادى يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. ونزل علي الأكبر حومة الميدان. قول الروايات خاض فيهم صولة تعجبوا منها، حتى قال بعضهم هذا علي بن أبي طالب خرج من قبره لنصرة ولده الحسين. إلى أن عرف عن نفسه، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن بيت الله أولاد، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. تقول الروايات الحسين واقف في باب الخيمة، إلى جانبه سكينة، إلى جانبها عمتها زينب، إلى جانبها ليلى، يصفحون آثار المعركة في وجه الحسين، والحسين متهلل إيهن ولدي علي ذكرتني بحملات أبي علي. ساعة وإذ تغير وجه الحسين، انقلب وجهه، انهارت ليلى على قدم أبي عبد الله، أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، وإنما برز له من يخاف منه عليه، لا لأن بكر بن غانم أكثر بطولة، لا لا لا، في مفارقة، بكر بن غانم شبعان ريان مدرع بالحديد عند آلاف من الجيوش، أما علي الأكبر 3 أيام ما شرب ماء. ادعو ادعو الله يرجع لي ولدي سالما. قال لا لا، اليوم أنا لا أحرك ساكنا، لكني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، يلا كلنا ويا ليلى مع الأمهات الوالهات الفاقدات. ها ها، فرجعت إلى خيمتها، ليلى رجعت لله والقلب لهفان، تنادي يا إلهي بحرمة العطشان، علي الأكبر وحيد بخطة الميدان، أريدك سالم تعود علي الحين. طبت خيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة،
وحسين وش ما بمصيبة يا راد يوسف من اليا عقوب ومسك النحي اريدك علي سالم منجلت الغبر الا وعلي الاكبر قد جدل بكر بن غانم على بوغاء كربلاء ورجع الى ابوه الحسين ابتاه صيد الملوك ارانب وثعالب اذا رجع الجندي منتصر ابا عبد الله الا يعطيه القائد وساما جائزه قال بلى بني ابتاه اريد جائزه ماذا تريد بويا قطرة امي الشبدي اتقوى وارد للميدان يا بويا انفطر قلبي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار ضمه إلى صدره نادى واكرباه لكن بني علي الآن تلقى جدك رسول الله يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا لكن ادخل على أمك وإلا فارقت الحياة دخل الخيمة وإذا رافع إيدها تنادي إلهي بعطش أبي عبد الله أمه أنا سالم قامت تهلهل ضمته إلى صدرها جلس معها هنيئة يؤنسها بينما هما كذلك وإذا بمنادي القوم ينادي أين أبطالك يا حسين والحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا أراد يقوم علي الأكبر الشبثت بأذياله أمه دعيني غدا تأتي أم البنين لجدة الزهراء برأس عمي العباس تأتي رملة برأس القاسم حتى الرباب أمها تأتي برأس عبد الله الرضيع تقدمين رأس من أمه ضمته إلى صدرها اذهب بيض الله وجهك أنت عزيز لكن أباك أعز إنما تشبثت فيك حتى أتودع من جمال رسول الله امشي أمامي ولدي أريد أشوف جمال رسول الله فمشى أمامها وإذا يتمثلون خمسة أصحاب الكساء في علي الأكبر يا ابني عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاة وفعل ومن الحسن عمك يا بعد اهل نواله وقصر العمر من فاطمه والابا من حسين شوف هذا المشهد جاء الحسين ها خرج مع علي الاكبر تقول روايه هرول معاه وهو يقول بني علي سلم على جدي رسول الله سلم على أبي علي سلم على أمي الزهراء سلم على أخي الحسن قل لهم خلفت أبي الحسين في كربلاء وحيدا غريبا هذا موقف وموقف آخر ينقله أرباب المقاتل لما وقع علي الأكبر على بوغاء كربلاء بعد ما شرق الهامات والطاس وجدت ضربة العبد على الراس يقول نادى أبتا حسين عليك مني السلام حميد بن مسلم يقول شفنا من الحسين أمر عجيب جاء منقضا غير عابئ بالجيوش ولا بالرجال ولا بالخيول إلى أن وصل محاذاة علي الأكبر ما نزل أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد علي وهو ينادي على الدنيا بعدك العفا بني علي قتلوك ومن شرب الماء منعوك
وما عرفوا من جدك وأبوك. صور ياي وقف على ذلك الجسد مبضع بأبي وأمي، رآه مجزرا من قطعة وصالك بسيفة يا علي، بعدك على الدنيا العفا فرقاك، أكبر يا نور شيبتني يا ابني وخليت القلب ما افطر، ومن عمك العباس ظهري يا علي يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنك، وليلة الحزينة ترتجي ما آيست، ما اقدر اقول لهم علي مطروح في الرمضة، العدوان جسمه مقطعين مردد الأعضاء. شنو حيرة الحسين بأبي وأمي لما أراد أن يحمل هذا الشاب المقطع؟ راد يحمل جثة ابنه من الثرى لكن تحير، لأنه مقطع بضرب سيوف وبطعنات خنجر، صح ما أقدر أشيلك يا حبيبي والله ما أقدر، خلني بنادي على عمتك زينب شان تقدر. من شاف الولد مرمي على الحارة ودمومه تصب من راسه بالغبرة، نادى بعجل شوفي حالي يا حورة، دركيني ونخي أمي الزهرة، راح الولد مني وغارت عيوني وانفارقت روحي لا تلوميني، وانفارقت روحي ما أقدر أشيل الولد يا زينب مقطع، ما أقدر أشيل الولد يا زينب، ولا أقدر أعوف على الثرى امتار، وما ظن الجراح البيه تطبب، لكن المصيبة حبيبي ها بيت الدعاء، المصيبة عندما احتمل الحسين علي الأكبر على صدره وطلعت زينب. زينب وين طالعت؟ ما طالعت علي الأكبر، أخذت تتسطح وجه الحسين. خلنا نسأل زينب الشانت نظرة، شلون وجه حسين وولد على صدره؟ اسأل اسأل زينب، زينب شلون الشهيد شلون حاله، شلون هرول للولد وشلون شاله؟ بعد اسمع اسمع، شن بجواب الوديعة وكل هلهفة
لازم أول تسألون شلون لف. واسألوني شلون من وصل الخيمة، شلون مد وشافت بدم الأميمة. واسألوني عن خيه يوم دفنه، يشيل صوب وصوب ثاني يطيح منه. أما حال ليلى عندما وقعت عليه، أردوى أدعاك وارتوي الغالي منك، أردوى أدعاك واحتضن هالساعة حسناك، أردوى أدعاك يوم ما راح اشتاق حضناك. آية الأكبر يا شبيه الهادي جداك، آية الأكبر لو رحت منه يردك، مو سهل يا ولادي فقدك. يما يما لا تنوحن على حالي، يما يما من يهشمونه جمالي، واذكري عزي ودلالي. لكن بليلش الفكر يا حلو الاطباع، لو عاينت جسمك يا عقلي موزع وزاع. وزينب ما تقدر تنظرك وانت